مشاهدينا الكرام نحن الان في قلب مدينه مارب وتحديدا المكان الذي تم استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي بصاروخ يوشا من المرتفعات بجبل سروح سقط في هذا المكان خمسه من الشهداء المدنيين واكثر من عشرين جريح تم نقلهم الي مستشفيات المدينه وهذا المكان تحديدا هو يعد من الاماكن الحيويه في قلب مدينه مارب، هو شارع رئيسي بالاضافه الى انه اصبح الان سوق تجاريه بحكم الحركه والازدحام الحاصل في المدينه بحسب المصدر الطبي فان حاله الجرحى خطره وهذا يعزز من احتماليه زياده عدد الشهداء من المدنيين. خليل الطويل قناه بلقيس مارب.